السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج بلاعب بلدنا، والذي يختص بجميع المسابقات الرياضية في جمهورية مصر العربية. طبعا في بداية هذه الفقرة بحب أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد مجدي، الصحفي والناقد الرياضي. أهلا وسهلا أستاذ محمد، اهلا بحضرتك استاذ احمد نورنا وكل بقى. الساده المشاهدين، اهلا الله بحضرتك. يخليك يا رب. طبعا معانا كلام كتير، وطبعا في انتظار الكلام اللي احنا يعني كتبناه على صفحة البرنامج. طبعا بالرغم من المهازل الموجودة على الساحة الرياضية، طبعا هنتكلم في كل صغيرة وكبيرة ان شاء الله بإذن الله، ولكن نبدأ مع هذه الفقرة في قرار عودة النشاط الرياضي وخاصة الدوري الممتاز في العودة الغير حميدة بالمرة. يا أستاذ محمد، طبعا في هذه الفقرة عايزين في أول سؤال كده، إيه رأيك في قرار عودة النشاط الرياضي؟ طيب بص، هو عامة قرار عودة النشاط الرياضي أنا شايف إن مصر كلها معترضة عليه تمام. ما عدا فريق واحد. تمام، يعني أنا شايف إن حتى الدولة لما أصدرت قرار عودة النشاط الرياضي ما قالتش المسابقات الحالية. تمام، إحنا كان لازم ناخد ريست شوية، نبدأ نستعد للموسم الجديد لحد ما ننتهي إن شاء الله على خير من فيروس كورونا. إن شاء الله. تمام، كنا نستعد المفروض حتى نبني موسم جاي جديد، انما بصراحة انا شايف ان في تعنت شديد على ان المسابقات الحالية الموجودة تتم نشاطها مرة تانية، مش عارف بسبب ايه بصراحة. بس بالرغم ان في اصابات داخل بعض الفرق الرياضيه في الدوري الممتاز، عندنا للاسف اعلام بيبرر الصفقات دي بانها خطأ في الاحترازيات، فاهمني؟ وللأسف برضك إن إحنا بقينا نتعامل لمصالح شخصية، كلنا كل واحد بيتعامل لمصلحته الشخصية، دي مصلحة في النادي الفلان، في مع فرقة الفلان، مع رئيس نادي الفلان، فعايز مصلحة الفريق حتى لو كان قرار عودة النشاط ده هيأذي ناس كتير مش فارق معاه، المهم إن هو المصلحة تمشي. تمام. تمام، في ناس مش هتعرف تقدم حاجة لجمعياتها العمومية الا اذا تمت مشاركه الدوري الحالي اللي موجود دلوقتي. طب بالنسبه برضو اداء الفرق بعد هذه العوده، مش شايف اي برضو فريق اداء مستعد. باهت وليس يعني احنا اتفرجنا على دلوقتي في فرق لعبت اسبوعين، وفي فريق لعب اسبوع زي الاهلي والزمالك لعب اسبوعين. تمام، انا شايف ان ما فيش حد مستعد من الفرق خالص، ان الناس جايه مريحه من البيوت، جايه فوجئت ان في قرار. طبعا ما كانش حد يعلم ان القرار هيتم ب 100%، تمام. الكل كان بيقول لك ان المفروض ايه قرار لا هي في الاخر هيتلغى، بما فيهم اعلام كبير قال لك ان القرار هيتلغي، بعد كده رجع غير وجهته وقال لك ان لا خلاص احنا موافقين على عوده القرار وبنأيد الدوله ومش عارف ايه، ما حدش طب ما في بيعارض حاجة الدوله. برضو يعني، معلش، التأجيلات الكثيرة في هم بياخدونا في حته ان انت لو انت جدول مش المسابقة. عايز المسابقات تتم، ان انت بتعادي دوله. احنا ما بنعاديش الدوله ولا حاجه، بالعكس، فاهمني؟ تمام. احنا القصه كلها احنا عايزين حاجه تصب في مصلحه الجميع في المنظومه الرياضيه كلها. تمام المنظومه الرياضيه اللي بصراحه اصبحت سيئه جدا للغايه تمام في كل قراراتها، واللجنه الخماسيه بصراحه يمكن مش على قدر المسؤوليه. الناس جت قدمت برنامج لها في برنامج شهير وقالت ان احنا هنعمل 1 2 3، ما فيش حاجه اتنفذت من اللي قالوا عليها. تمام طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلموا برضو مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع اللي هتعود بداية من بداية شهر اكتوبر. طيب بلا هدفية وبلا، طيب وامس انا عايز اعرف حاجة بس، معلش عايز اوضح حاجة برضو للسادة الجمهور، عودة المسابقات. طب انا هنرجع المسابقة، طيب الفايدة ايه؟ وقرار اللي انت حطهولي ايه؟ هل هبوط ام مفيش هبوط، او هبوط فريق او فريقين؟ انا بلعب بلا هدفيه، بقول لك والحجه كبيره عشان عدم التفويت، واحنا مش هنهبطه وهنعمله. ما خلاص بقى، انت هتلعب على كأن ما لا شيء لم يكن، فاهمني؟ كأن ما فيش حاجه حصلت اصلا، تمام، كأن ما فيش كورونا، كأن ما فيش حاجه، خلاص انت خلاص هتلعب دلوقتي. القصه مش في القصه، القصه هتنهي امتى، وهتبدأ الموسم الجاي امتى، وهتستعد امتى. اسابيع كتيره، تمام، 18 ونادي اسبوع ابو 17 قير اسبوع اللي عنده النهارده اكتر من 9 حالات امبارح، والناس وترسانه مقتنعه، اعلنت برضه عندها والترسانه امس برضك قالوا ان في حالات، الناس مقتنعه او فاهمه ان دي كلها العاب عشان خاطر المسابقات تتلغي. اللي عايز يهبط بيقول ان هو عنده كورونا في الفريق بعدد تعداد عادي عشان خاطر ايه
ان هو ينجو من الهبوط، والوصيف بيقول لك لا عشان ما خدش البطوله هو عايز يلغي البطوله. لا لا تمام. هي مش كده خالص والله العظيم. ثلاثه ايا كان احنا مين اللي هو اللي واصل الفريق اول او مين، مش هتفرق، اهم حاجه بس المنظومة المصلحه ماشية. العامه لا أيوة، لا يا ريت المصلحة العامة، يا باشا. احنا الاتحاد المصري لا يرى استاذ المصلحة احمد العامة، احنا ما عندناش، مع فيش احترامي كلام. ليك، ما عندناش حد داخل المنظومه الرياضيه يقدر يصدر قرار. مع احترامي الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه طلع في احد البرامج وقال ان هو هيعمل واحد واثنين وثلاثه، وقال لك حاسبوني لو مباراه تاجلت، وحاسبوني لو ما فيش مع اول قرار تمام. اهلي وزمالك تم تاجيل اللقاء لاجل غير مسمى. ليه؟ لانك انت حضرتك لا تملك القرار، فاهمني؟ تمام. لسه لما انت لا تملك القرار تعال قول من الاول. لسه بص المنظومه كلها تتمشى تبع الجهات الامنيه، اذا كان يجوز ان انت تلعب اللقاء اللي هيتم في الاسبوع الخامس، هتلعبه مش هتلعبه، الجهه الامنيه اللي هتقول لك. انت لا تملك ان انت تصدر قرار، تمام. ودي يا ريت الناس كلها تفهمه. ما فيش رئيس اتحاد كوره يقدر يصدر قرار من دماغه او من الجمعيه العموميه اللي معاه. تمام. طيب بالنسبة للكرة المصرية، هل الكرة المصرية خطة مستقبلية في القادم، ولا برضه سمك لبن تمر هندي؟ لأن طبعا ما انت فيش، خدتها مني، سمك لبن تمر أما هندي. ما هو ما فيش، أنا انت شايف شايف إيه؟ مسابقة لفين؟ مسابقة إيه ده؟ في كواس طيب على طب المسابقة. بص على قطاع هي الناشئين. الانتخابات دلوقتي بتاعت الاتحاد المصري لكرة القدم، طبعا هم مدوا اللجنة الخماسية لمدة 4 شهور اربع أخرى، شهور تمام، وبعد ذلك برضو الانتخابات. الانتخابات دلوقتي طبعا حسب الأهواء، مصلحتي ومصلحتك، عزومة في الساحل الشمالي، عزومة في الغردقة، تعالى عشان خاطر الصوت بتاعك، ده اللي أنا عايزه، لخصت واديني قصة مصلحة، الانتخابات، اديني صوتك وخد مصلحتك. لخصت قصة الانتخابات ما ينفعش، بس. ما ما ينفعش. اتكلمنا عن مستقبل في الكرة المصرية، من امتى هو في مستقبل في الكرة المصرية؟ تمام. بصوا على قطاع الناشئين في الفرق، قطاعات الناشئين برضو مهمشة بصوا على أندية ومهملة. القمة مين هنا. معلش مع احترامي ليك، لما انا دلوقتي النادي الاهلي تمام بيحاول يشتري رمضان صبحي بكام حضرتك؟ ب 4 مليون يورو. تمام. تمام. انت دلوقتي رمضان صبحي ده معلش لو جينا حسبناها كده حسبة طالع منين؟ من تمام. النادي الاهلي، من الناشئين. تمام. وتريزيجيه كان طالع منين؟ من الناشئين. تمام. فين بقى اهتمام النادي الاهلي حاليا بالناشئين؟ الاهلي بالمناسبه لسه متعاقد مع مدير فني اجنبي يتولى قطاع الناشئين ده، بعد ايه؟ بعد ما ظهر لاعبين مميزين في نادي الزمالك، اسامه تمام. فيصل وحسام اشرف. لو ما كانش ظهروا ما كانش الاهلي هيتعاقد مع مدير فني اجنبي. طيب بالنسبة، احنا دخلنا بقى في مسابقات الناشئين، الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر في 1/8 قرار، في 26/7 قرارا بإلغاء الموسم الرياضي للناشئين موسم 19/20، وده قرار جيد جدا علشان الفيروس المستجد كورونا، ويطلع بعديها باسبوع يقول لك طبعا دوري الجمهوريه لانديه الممتاز الف، وهيبقى في شكل مسابقات جيد، ودوري الجمهوريه لانديه الممتاز ب هيبقى في تنافس وفي هادفيه، ولكن القرار يتلغي ويقول لك لا ده مسابقات الناشئين هتبقى دوري منطقه مؤهله للقطاع للاقسام الثاني والثالث والرابع. وده كذا كان يدل على ايه؟ زي ما بقول لحضرتك ما فيش خطه مستقبليه الكره المصريه ماشيه عليها بالرغم من الدكتور محمود سعد والله. يعني لا عامل طفره في الاتحاد، ولكن ايه سبب تغيره المفاجئ بهذا ما لسه القرار؟ بقول لك لا بتلعب دوري جمهوريه وقوي المسابقه، فين مسابقه كاس مصر للناشئين اللي اتعملت الموسم قبل الماضي؟ كانت مسابقه جيده جدا، الفائز الاول حصل على مبلغ 100,000 جنيه وكان تقريبا بتروجيت، والثاني حصل على مبلغ 75,000 جنيه، والثالث حصل على مبلغ 50,000 جنيه. كان في استحداث لمسابقة كأس مصر، كان في قوة منافسة، كان في هادفية للناشئين، كان في قوة حقيقية فعلا لمسابقة الناشئين. حاليا دلوقتي انت بتلغي القوة دي، لما أندية القسم الثاني اللي بتعترض على قرار الدكتور محمود سعد ان أندية الدوري الممتاز هتلعب مع الأفرع او تلعب في الأفرع ملهاش دوري جمهورية، طب انت نزلت ليه قرار ان لا ده ليه دوري جمهورية وكل في مجموعته، لكن تسحب هذا القرار؟ طب الناس دلوقتي بالظبط. بتناشدنا ان ما ينفعش، احنا مش عايزين نلعب، لكن بحجه ان في بعض الانديه ما عندهاش الامكانيات يا كابتن محمد انها تسافر دوري الجمهوريه، ما عندوش امكانيات، يبقى اختياري ليه ينزل يلعب دوري مناطق. لو طبق الكلام ده هيقول لك لا الامكانيات هتظهر دلوقتي، يقول لك لا ده انا معايا لعبني الجمهوريه. بالظبط.
فما ينفعش انا الاهواء لسه بقول ديت. لحضرتك ما فيش الاداره، اداره الكوره في مصر بتدار بطريقه عشوائيه، فاهمني؟ ما فيش خطه، ممكن ادي قرار النهارده يفيدك بكره يضرك بقرار تاني، ما مش ثابت على اي بالرغم من قرار. الدكتور محمود سعد برضه يعني احقاقا للحق يعني عمل طفره جميله في الاتحاد المصري بالنسبه للخريطه المستقبليه لكره القدم وبالاخص الناشئين ما عندناش كلمة في الكلام، ولكن ما للاسف فيش حد هيهتم الشديد، بالناشئين، ولكن للاسف الشديد في اهواء. ما فيش حد هيهتم بالناشئين الاتحاد والله. المصري مش عارف، عضو مجلس اداره مش عاجبه قرار، احنا لا الغي يلغي. اصبح ما فيش حد مهتم ما ينفعش. بالناشئين دلوقتي غير المستثمرين، فاهمني؟ ما فيش انديه بتهتم بالناشئين، الانديه اقصد بتبيع دلوقتي ما انا لسه بقول لك، للمستثمرين. هو حتى الاهلي والزمالك ما بتبقى المشكله. احنا بنتعامل في مصر دي، احنا نضحك على الناس ولا نتكلم بصراحه؟ تمام. الكوره في مصر اهلي وزمالك بس، الدنيا كلها بتصب في الاهلي والزمالك بس، ما يبقى كده في لان هي شعبيه مصر كلها اهلي وزمالك. فبقى معلش مش هتفرق لا غنى موسم، الاعلام مش هيسلط الضوء عليها، كل الكلام ده مش هيفرق مع الناس. انا بتعامل مع راي الشارع الرياضي المصري، فاهمني؟ ايه اللي بيأثر في الناس؟ ايه اللي الاهلي والزمالك، خلاص احنا تمام. نهتم بالاهلي والزمالك، فهمتني؟ ما تكلمنيش بقى عن قطاع ناشئين واي حاجه، مع احترامي ليك ما فيش حد في قطاع دلوقتي حاليا بيهتم بقطاع ناشئين غير وادي دجله، انبي، المقاولين العرب، تمام؟ حتى الاهلي والزمالك لا، الاهلي الزمالك طلع من عنده لاعبين دلوقتي، هيبدا يعمل خطه عشان يبص على قطاع الناشئين. طب فين من الاول؟ ما احنا بنرجع نشتري لعيب ب 80 مليون و100 مليون و150 مليون وهو كان في الاصل عندي، فهمتني؟ هو ده مش اهدار مال عام، إهدار طبعا. فهمتني؟ هو انا لما اكون جايب لاعب مطلعه ناشئ من عندي وجبته وطلعته بره وبعته بمبلغ، وجاي دلوقتي عمال اوصل لاي حل عشان اشتريه بمبلغ معين مش عارف اسدده، تمام؟ طيب توقعاتك بقى محرمه. للأندية المشاركة في بطولة البطولات الأفريقية. الاهلي والزمالك وبيراميدز، بيراميدز انا مش خايف عليه بصراحه، بيراميدز محتاج اعلام وجمهور، محدش يعرف يكسبه. الاستئناف امتى بتاع هذه ال 25/9 تمام الزمالك، 25/9 في المغرب، والاهلي 26/9 في المغرب، تمام والعوده في القاهره 2 اكتوبر يعني ذهاب الزمالك. وعودة على مش ان مباراة البطوله فصلية. تنتهي النهائي يبقى 17 10 أكتوبر تمام. حسب يعني، لو الاهلي والزمالك اللي هيوصلوا هيبقى النهائي في القاهره، لو فرقه من المغرب وفرقه من مصر هيبقى النهائي في بلد محايده والاقرب تونس، تمام؟ بس الزمالك حتى في المباراه بتاعت امبارح مع الاتحاد. انا مش عارف نزل علينا من ايه بصراحه، تمام؟ انت ماسك فرقه الاتحاد في 90 دقيقه كلهم كوره مفيش، تمام. ماسك بصراحه يعني ككوره الزمالك لعب ماتش 10 10 امبارح بصراحه. ولكن حاله الاستطار، ودي اللي عليه المستشار مرتضى، كرر خصم 100,000 جنيه من كل لاعب من كل لاعب عشان فعلا الاستطار بالخصم غرام. بس، تمام؟ مش عشان انت ضيعت فرص ولا الكلام ده، ما دي بتاعت ربنا، بس القصه كلها ان انت كان واضح قوي للجمهور ان انت مستهتر بالخصم امبارح. الخصم اللي قدامك منهار بدنيا تمام. وكل حاجه، بس انت يعني معلش، مشكله نادي الزمالك وهتظل المشكله دائمه في الاجيال من جيل 90، تمام؟ ان انت لما بتبقى كسبان 1-0 ما بتعرفش تفتري، فاهمني؟ تمام. عكس ما موجود في النادي الاهلي، دوس عشان تعرف تستقر وتريح اللي حواليك. طيب بس اتفضل. بامر الله، يعني بامر الله ان شاء الله هيبقى الزمالك والاهلي بامر الله في النهائي، هيبقى ان النهائي. شاء الله طبعا انا نتمنى طبعا متوقع بامر نهائي الله ان النهائي يبقى اهلي مصري خالص وزمالك، ان شاء ان الله. شاء الله الزمالك يكسب. طيب بالنسبة للزمالك، هل أبرم صفقات جديدة لهذا الموسم؟ اللي على طاولة الزمالك او اللي شبه انتهى، اري بابل وحمزة المسلوسي، وفي كلام يعني في ناس وقعت ابرم دي يعني انهى، تمام؟ تمام. اللي هو شبه انتهى، اري بابل وحمدي المسلوسي، نبيل عماد دونجا، عشان نبيل عماد دونجا وقع 4 مواسم، تمام. تمام؟ عبد الله بكري مدافع بيراميدز، في كلام على ان الزمالك ياخد الثلاثه مره واحده، عبد الله بكري ورجب بكار ونبيل عماد دونجا، تمام. تمام؟ وبيقيد الزمالك باتنين لاعبين، احمد رفعت وعبد الله سيسي اللي هو رزاق سيسي، سوري، المعار للاتحاد السكندري. تمام. بس في لاعب بقى انا يعني مش هقدر اقول لك عليه الا لما ان شاء الله يتم يعني اللي يعني الانتهاء خلاص منه. بالنهاية بس هيبقى توقيع مفاجأة النهائي. بصراحة، يعني هيبقى مفاجأة للشارع المصري كله في ان شاء المغرب. الله. طيب بالنسبه لرايك في قضيه القرن المثاره حاليا بين الاهلي والزمالك، وطبعا اتحتم الامر ان الاهلي بطلا للقرن بناء على ايه؟ بناء على قرار الاتحاد الافريقي لكره القدم ماشي. بطولاته طبعا، انا دلوقتي لما باجي لكن هنا الزمالك بقى قول لي بقى عشان انت انا اصلا موجود في الزمالك. تمام ما لسه اقول لك، انا اتفضل. اديتك دلوقتي نادي القرن، تمام؟
طيب انت حضرتك جيت قلت لي ان انا نادي القرن بناء على احصائيات انا عملتها، هل انت اخترتني كنادي الزمالك بهذه الاحصائيات عام 94؟ ما حصلش. ما ينفعش ان انت تيجي من نفسك كده تقول النادي الاهلي نادي القرن بناء على احصائيات انا عملتها في الغرف المغلقه. لازم تكون الاحصائيات معلنه. وانا عايز اقول لك على حاجه، في ضغوطات كبيره على المستشار مرتضى منصور ان هو ما يقدمش الملف لان هتحصل كوارث. تمام. طيب بعيد عن الكوارث بقى، لان احنا عندنا كوارث كتير. لا لا، لو بان، اقسم بالله لو بان قصه نادي القرن دي في ناس كتير هتتأذي فيها. طيب قول لي كده، افضل رئيس نادي في على الساحه موجود حاليا بالورقه والقلم؟ بالورقه والقلم. طيب انا هكلمك بس عن، يعني عشان انت زملكاوي لا والله، بعيدة عن لا 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 تعاطفك عن والله الزمالك. انا، وانت عارف اصلا يعني علاقتي بالسوم مرتضى وامير علاقه مرتضى جيده عامله ازاي. طبعا. تمام. انا القصه كلها في ايه؟ انا دلوقتي ببص النادي الزمالك كان فين من قبل ولايه وبقى الدكتور فين؟ وبقى فين، يعني انت بص لها من وببص ايه؟ للكابتن محمود الخطيب الاهلي كان فين وبقى فين. مفيش فرق يعني، تمام. فاهم قصدي؟ النادي الاهلي خلاص هو الدوري بس، فهمتني؟ سواء الكابتن محمود الخطيب مسك، سواء عم حارس مسك، تمام، بس دي كفايه برضه زي ما كويس هم يعني. بيعملوا اللي كوميكس. احنا عايزين الدوري، ما هو الدوري ده هو لا كله، لا لا لا، هو ده الخلاصه. وانا هاخد انا مش الدوري عايز انشاءات وعايز يعني. هل الدوري. يعقل ان نادي بحجم نادي الزمالك بتاريخه بلاعيبته اللي هي ياما ادت لمنتخب مصر اللعيبه عظام اللي معروفين في افريقيا ان هو يبقى 12 دوري؟ طيب عايزين نعرف افضل مدرب في مصر حاليا محترف يعني؟ محترف اجنبي يعني؟ اه، في الدوري المصري يعني. اذا كان اجنبي او اذا كان ما هو لحد مصري دلوقتي اللي قدم اوراق اعتماده اللي هما فرض اتنين. نفسه. اه يعني كان مستر كارتيرون تمام. ده واخد بطولتين، تمام، بطوله افريقيه سوبر وسوبر مصري من النادي الاهلي. تمام. مستر فايلر يعني ماشي بطريقه بخطة ثابته بخطى ثابته وعامل في شغل كويس الدوري صراحه. بس يعني اسالني السؤال ده بعد بطوله افريقيا اللي هياخدها فعلا هيصنف افريقيا مش تمام. في الدوري المصري كمان، هتفرق معاه في السي في بتاعه. تمام. وانا اتوقع ان مستر كارتيرون شغله كله دلوقتي في بطوله افريقيا لان هو كان وصل نهائي مع مازيمبي، تمام، وخدها، او كان مع الرجاء البيضاوي اللي الزمالك هيلعبه تمام. كان وصل معاهم برضو بس ما عرفش. انا اتوقع ان مستر كارتون كل شغله دلوقتي. وبالمناسبه في برضو قرار في خبر لجمهور نادي الزمالك ان مستر كارتون طلب من الاداره بشكل نهائي عوده الكابتن سامي الشيشيني مره اخرى للجهاز. الجهاز هيبقى مدرب بعد لو كان، لا في لا، الجهاز. ليه شخصيته، ما هو كان تمام. موجود بس الراجل ليه شخصيه لا لا، سامي وبيقف على الشيشيني الخط بيكهرب تاريخ الدنيا طبعا. بيبقى. انما بصراحه مستر كارتون شغله كله دلوقتي حتى مع اللعيبه، لعيبه الزمالك نفسها هي عارفه النزله الدوري، هي بس عايزه المركز الثاني عشان تمام. خاطر بطوله افريقيا السنه الجايه، بس شغلهم كله دلوقتي على ايه؟ على بطوله افريقيا الحاليه طيب. لان هي 180 دقيقه. مين افضل بقى لاعب محترف في الدوري المصري؟ تنقسم بين اتنين، علي معلول وفرجاني ساسي. بين اتنين. اه، مع ان انا شايف ان اجاييه لاعب كويس ومستواه ثابت بصراحه، تمام، بس المفيدين اكتر معلول وساسي، تمام، المؤثرين اكتر مع انديته. تمام. دول اكتر احسن اتنين محترفين في الدوري المصري. تمام. بصراحه. طيب بالنسبه للدوري، هل تتوقع استمرار الدوري او الغائه؟ سؤال حلو قوي. تمام، لو الزمالك خسر ماتشين تاني خلاص الدوري هيتلغي متوجا بيه الاهلي. تمام. يا ريت يتوج بيه الاهلي رسميا من دلوقتي ويلغي عشان ما مصلحه ينفعش. ابنائنا ما اللي اللوائح ما بتقولش كده، عارف؟ لو اللوائح كانت بتقول كده كان الدوري اتلغى وحسم للاهلي. تمام. تمام، يعني انا اتمنى ان الدوري يتلغي ونبدا ندي ايه يعني الناس. ابدا دوري جديد. اه، الاهلي ينصب اصل في ناس بتقول لك بطلا ايه؟ للدوري. في ناس بتقول لك هو الدوري الجديد ما فيهوش كورونا؟ لا، هي مش كده، هي ان القصه كلها لا حد ان انا فترة عندي راحه مشكله طبعا. قيد، انا هاجلها لشهر 10 عشان خاطر بطولات التعليمات ما افريقيا. نزلتش، ما تعليمات القيد لغايه يعني دلوقتي ما بيقولوا في 10 نص 10، طب تمام، هتنزل نص 10 والدوري شغال؟ ما انا لسه ما هو بقول لك بانتهاء اهو. جميع مسابقات طب انا دلوقتي الانتقال. في انديه عايزه تشتري وتبيع وتعمل، طب ايه المشكله دلوقتي؟ انت عارف المشكله؟ رمضان صبح مش المفروض كان يمدد الاهلي مع نهايه الموسم؟ لا، رمضان صبح مش هيلعب افريقيا. خلاص. ليه؟ لان احنا حضرتك قعدنا اخرنا 4 شهور، فاضل لنا دور كامل. تمام؟ تمام، فاضل لنا دور كامل ما تلعبش. طب انا دلوقتي معلش هنهي الدوري امتى؟ انا اتوقع ان الدوري مش هيكمل. انا برضو يعني على هذه إذن الاصابات، لا الحالات، الاصابات الحالات الحالات اللي حالات تم فيروس كورونا اللي تمت دي في المصري ومقابل نادي الانتاج الحربي،
تمام. وحتى القسم التاني هنلاقي والمصري القسم التاني 21، الترسانة انت عارف يعني 21 لاعب؟ عدد كتير. دي كارثه. ده بقول ومين؟ العب بقى بالبدلاء بقى ما انا لسه، واجيب الاداريين والمدربين يلعبوا. ده ايه التهريج ده والاتحاد قبل ما يلعب الزمالك 3 حالات، يا جماعة؟ دي ظروف استثنائية، ده موسم استثنائي. وحرام علينا الاتحاد يعني. المصري احنا لكرة خلينا القدم ده نتعامل موسم استثنائي، ما تلغي وخلينا نصب الاهلي بالظبط كده. بطلا لبطولة الدوري هذا الموسم. انت لخصت القصه، بس انا بتكلم في احنا بنتعامل مع ربنا. تمام. يا ماشي، يعني انا انت عايز تقول لي ان لو 21 حاله بتوع النادي المصري دول موجودين في النادي الاهلي والنادي الزمالك، منتخب مصر هتقوم هيلعب قومة كره؟ طبعا، هتقوم قومة طبعا. منتخب لا مصر طبعا. هيلعب كره؟ والله هتتلغي وهتتوقف المسابقات. احنا بنتعامل مع ربنا، يعني انت دلوقتي مش هتلغي للنادي المصري، مش هتلغي للنادي المصري، تمام؟ تمام. وعمال تعنت معاه ان انت ان هو لازم يلعب مباراه، يعني بقول لك انا عندي 19 حاله، عايزني اروح الاقي حرس الحدود الساعه 3 عشان يبقوا 50 حاله؟ طب ازاي؟ والله يا جماعة لا لا لا، مش بصراحه عارفين للأسف. لجنه خماسيه، اسوأ لجنه مسكت اتحاد الكوره بصراحه. فاهمني؟ للأسف الشديد يعني مين اللي هيمسك الاتحاد المصري غير لما يكون عنده ضمير طيب انت ومفيش أيادي اقول مرتعشة لك مين اللي تاخد هيمسك قرار؟ ما تاني؟ احنا عايزين، كابتن هاني ابو ريده. احنا للأسف الشديد مع احترامي نفس الأعضاء، ما انا لسه تم بقول لك حل المجلس، تم حل المجلس وأعضائه، تمام، بناء على الرأي العام. تمام. حل ليه؟ عشان عشان الرأي خسرنا بطولة العام، افريقيا؟ عشان خسرنا بطولة أفريقيا، عشان برضو يعني طب يتحل من حاجة مين تانية وازاي؟ يعني. وقدموا استقالتهم ازاي؟ طيب أنت بعد ما حليت وهديت الرأي العام والشارع جبت المصري مين؟ والشارع الرياضي، نفس الأشخاص ونفس الوجوه برضو تاني في عشان الانتخابات. كده عمرنا ما ما كانش في حل بقى، واللخبطة ديت اللخبطة الإدارية يا جماعة. الكرة في مصر في انهيار تام، الكرة مفيش في مصر كورة يا فندم، تدار مفيش كورة بالأهواء الشخصية. والله العظيم. بعرف مصلحتي ايه عندك؟ مفيش مشاكل مقابل الأصوات اللي عندك. يعني مثلا مش راجل عشان اعلامي ماسك في احد القنوات، استغفر ابنه الله بيلعب العظيم في احد العظيم. الانديه، انا خلاص يعني انا معلش ابني بيلعب، فبقى برنامجي كله موجه للنادي ده عشان خاطر ابني، تمام؟ وبانت في احنا لسه العقود بنقول والكلام ده. المصالح، المصالح هي ما رقم هي مش واحد، هتتم ولكن طول ما الناس دي موجوده، والله ما في كوره مش للاسف هنستمتع بكوره. الشديد يعني معلش الدوله تبص كده بعين الاعتبار على المنظومه الرياضيه، لان طبعا في كوارث، والله في كوارث، والكره في انهيار تام بدايه من قطاعات الناشئين حتى المنتخبات الوطنيه. يا ريت المسؤولين عن الدوله وعن الرياضه يعني في نظره مستقبليه للكره المصريه، لان طبعا في انهيار تام وتخبط في القرارات وتخبط في الهيكل الاداري والتنظيمي. عايزين ناس تتقي ربنا فعلا زي ما قال الاستاذ محمد، ناس تتقي ربنا، ناس عندها ضمير قوي وضمير صاحي، لكن اهواء شخصيه ومصالح وحاجات كتيره قوي مش عايزين ما هو نتكلمهم. برضك هيطلع بس يقولوا ان انا قلت كده عشان انا زملكاوي، تمام؟ لا لا، لا بغض انا النظر عن اعلنت من الزمالك اول الحلقه والاهلي. انا فيها ان انا زملكاوي، لا لا لا، عشان خاطر الناس ما تقولش ان احنا ايه بنضرب. لا لا والله احنا بنحترم النادي الاهلي وجمهوره، انا معظم صحابي كلهم اهلاويه، تمام؟ بس القصه كلها وان انا بتعامل مع ربنا مش مع اشخاص، تمام؟ انا شايف ان في حاجه غلط هقول لك دي غلط، شايف ان دي صح هقول لك دي صح، لا بنجامل ده ولا بنجامل ده، اللي بيعمل حاجه صح بنقول عليها، اللي بيعمل حاجه غلط فاهمني بنقول عليها، تمام؟ هو ده دورنا الاعلام. الاعلام اصبح في مصر دلوقتي يا استاذ احمد، تمام. الاعلام اصبح اثاره، ما بقاش رساله، تمام؟ احنا اتعلمنا في كليه الاعلام ان الاعلام رساله، رسالة انما أكيد، دلوقتي بقى ورسالة اثاره، هادفية بقى كمان. عندنا حرب سوشيال ميديا ما برضو عاملاه بعض المسؤولين عن لسه الرياضة اقول لك هم السبب. بعد المواقع بقت دلوقتي تاخد حرب التصريحات والتحفيلات على السوشيال ميديا، ما بقتش كوره بصراحه. بقينا دلوقتي ننتظر مثلا احد المواقع ينزل ياخد تصريح من رئيس النادي الفلاني، ينزلوا منشطة عشان الناس تبدأ تخش تضحك عليه، ومواقع تاخد تصريح، تسيب التصريح كله اللي هو مثلا انا ما تصريح فيه رسالة، لا بسيب الرسالة وباخد الحتة اللي انا اعرف احفل بيها والم بيها لايكات أستاذ وكلام محمد، ده. متى ينصلح حال الكرة المصرية؟ لا انسى، لا 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 انسى برضو احنا اللي فيه برضو والله انسى، طول ما الاشخاص هي بتتجدد. يعني ايه انا ريحتك سنتين وهترجع تاني تمسك اتحاد الكورة؟ يعني انا شايلك عشان انت عملت لي كارثة، لا عشان انت عملت لي هيجان، أثرت. اثرت على الرأي العام، طيب اشيلك معلش تهدي الرأي العام وترجع انت لي تاني حضرتك جاي وجوه انت مثلا جديدة. استخبيت سنتين لحد ما الدولة تنسى مثلا، بعد كده رجع تاني، نفس تمام؟ الاشخاص، وبقول لك ايه، انتخابات. يا سلام، يعني في ناس انت بعد حضرتك اذنك لما تروح للصيف بقى في الساحل الشمالي، وطبعا جلسات وغدا طبعا وحاجات مرفهة جدا، لا 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 اذا كان في الغردقة ولا في الساحل الشمالي ولا عشان اضمن اصوات بعينها
عشان اضمن اصوات بعينها، وطبعا مصلحتي اللي انا عايز الاصوات دي، هتاخد الاصوات دي وهترجع ونفس السلبيات ونفس الاخطاء الشخصيه، لان الكره المصريه في انهيار تام. عايزين وقفه وقفه، كلنا نتكاتف من اجل اولادنا اللاعبين اذا كانوا ناشئين او شباب، وان شاء الله باذن الله كده نلاقوا حاجه كويسه واخبار مفرحه، لان في كوارث والله في قطاعات الناشئين. في الفقره الثانيه ان شاء الله باذن الله هنتناول هذه الكوارث. انا بقول الكوارث لان انتوا هتتصدموا من اللي بيحصل على الساحه الرياضيه، وكلنا عارفين باللي بيحصل طبعا، ولكن مهازل مهازل وتدني المستويات وتدني المسابقات وخاصه الناشئين. استاذ محمد، في نهايه هذه الفقره حابب توجه الشكر الخاص والعام لمين؟ لشخص معين. انا هقول لحضرتك بصفتي زملكاوي لامير مرتضى منصور على الخطه اللي عملها لنادي الزمالك، واصبح نادي الزمالك بقى مؤسسه بتتعامل مع كمؤسسه مع اللاعبين، بتتعامل تمام. مؤسسه مع الاعلاميين. بقت بصراحه في داخل نادي الزمالك شغل جامد جدا، سواء على الجانب الانشائي سواء على قطاع الناشئين. يحسب ان دلوقتي نادي الزمالك بقى في كل تشكيله في 3 لاعبين بيلعبوا من الناشئين وخمسه في القائمه. في وبقى في خطه ممنهجه ماشي عليها نادي الزمالك بصراحه. ما يعني اللي عايز اوصله لجمهور نادي الزمالك انك ما تقلقش، ما فيش القصه دي. نادي الزمالك واخد الدوري بس ك بيأهل نفسه عشان خاطر بطولة أفريقيا. الشغل الشاغل داخل جدران نادي الزمالك هو الحصول على بطولات أفريقيا، وفي وعود برفق بمكافآت عالية جدا لنادي الزمالك. ان شاء الله باذن الله كده وقبل نلاقي. ما انهي مع حضرتك، في اتفضل. صفقة محترمة بتتم لنادي الزمالك وربما تكون تمت الاعلان عنها ان شاء الله بأمر الحلقه الجايه الله. باذن الله. ما هو مش هينفع يعني دلوقتي، ما لما سؤال. انت هتقول لي الدوري يخلص انت هعلي هقول لك تمام. الجانب. طيب، في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيفي الكريم الاستاذ محمد مجدي، الصحفي والناقد الرياضي بجريده نادي الزمالك. طبعا هنطلع لفاصل، هنشوف طبعا قدامى الرياضيين بما قدامى الرياضيين بمدينة كفر الدوار في قرية راضي أبو المضاوي، وجو مفرح وجو ممتع، والتي أقيمت مباراة على هامش طبعا الميني فوتبول، البطولة المصغرة والبطولة الحديثة الموجودة في مصر. هنطلع لهذا الفاصل ونعود نستقبل ضيوفنا الكرام. بركة الله بدأت أحداث المباراة. طبعا كل التحية وكل الشكر لقناة الصحة والجمال. يا عيني لمسة لكن تروح لفواز، فواز بيشوط مصلوبة لكن تطلع ضربة مرمى. ضربة مرمى لو اتلم عليها راضي، لكن زيرت وهو والجول وفواز. يا عيني عليك يا شحات بودو، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا بودو. يا الاعلامي كابتن احمد فواز من داخل قريه راديو وتغطيه اليوم الرياضي لقدامى الرياضيين. معانا الحاج راضي ابو المضاوي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الف مبروك لحضرتك على المنصب الجديد، نائب رئيس اتحاد كره الميني فوتبول. حضرتك تحب تكلمنا عن اليوم الرياضي النهارده، ايه رايك في اليوم الرياضي النهارده؟ انت عارف الكوره دايما بتجمع الناس انها تطلع طاقتها وتمارس رياضتها، حتى اللي بطلوا كوره ما بيلاقوش مكان يتنفسوا فيه، فالحمد لله ربنا اكرمنا بشويه الملاعب اللي موجوده، فبتبقى فرصه للتعارف والتقارب وبنعمل ماتشات كويسه وتبقى حاجه جميله. هو النهارده كل الناس بتلعب في الملاعب الخماسيه على انها كوره خماسيه، فالنهارده الحمد لله ربنا اكرمنا واتعمل اتحاد الميني فوتبول تحت قياده الاستاذ احمد سمير. الميني فوتبول لعبه لها بطولات افريقيه وبطولات محليه وبطولات عالميه، الملاعب بتبقى واسعه شويه، وكمان فيها ميزه ان هي بتعمل تدي الحق لفوق لحد 40 سنه 3 لعيبه يبقوا في الملعب او 2 او 1، وفي نفس الوقت بتدي فرصه للشباب اللي ما يجدوش فرصه في الملاعب الكبيره ان هم يظهروا مواهبهم ويظهروا نفسهم من خلال كره الميني فوتبول. زميلي الاعلامي احمد فواز يسعدنا من داخل ملعب قريه رادي النهارده واليوم الرياضي الجميل، وكان معانا مشرفنا نجم مدير الفني نادي متوبس كابتن محروس فليفل. اهلا بيك يا كابتن في كفر دوار. اهلا استاذ اسلام، مرحبا بحضرتك ومرحبا بالكابتن احمد فواز. عايزين بقى نعرف بقى رايك في اليوم الرياضي الجميل النهارده بقياده الكابتن احمد فواز والكابتن الحاج رضا ابو مضاوي النهارده، وانت مشرف كفر الدوار وقاعد فيها لغايه الساعه 12 بالليل. ربنا يبارك في حضرتك، وانا ليا الفخر والشرف ان انا اكون متواجد النهارده في كفر الدوار، وبصراحه يعني استضافه غير عاديه والله. ربنا يبارك
في الحاج راضي ربنا يبارك فيه. طبعا كابتن احمد ما شاء الله ضيع النهارده يطلع 5 تجوان، حرام عليه والله، بقول ضاعت الفريق يا كابتن احمد النهارده. يوسف طبعا الف مبروك على المدير التنفيذي للميني فوتبول في منطقه البحيره. نحب نعرف منك الاتحاد لسه جديد قديم، ايه فكره الميني فوتبول على مستوى جمهوريه مصر العربيه؟ يعني الاستاذ احمد سمير سليمان طبعا بقاله سنين بيخطط للموضوع ده. استاذ احمد سمير طبعا كان عايش بره على طول وفي تونس وكده، وعايز يعني الموضوع بتاع الميني فوتبول ده عايز ينشره في مصر، والراجل طبعا تعب ولف الجمهوريه كلها وفتح في سيناء وفي المنيا وفي الصعيد وفي مطروح، ان شاء الله منطقه البحيره ان شاء الله في اول 9 هيجي دش ان شاء الله منطقه البحيره المينو فوتبول. وهي لعبه المينو فوتبول غير لعبه الصالات او الخماسي. طبعا المينو فوتبول هيتشهر لها في الاتحاد وتشهر بالفعل، وان شاء الله دي هتبقى حاجه كويسه مكمله لكره القدم. يعني اللاعب مثلا ممكن يحصل له اصابه بيبعد عن الماتشات، المينو فوتبول بتديله مساحه ان هو ممكن يلعب في المينو فوتبول، هيبقى ليها دوري جمهوريه ودوري ممتاز بالنسبه للعيبه وحكام ومدربين، فبتدي فرصه واعلاميين، بتدي فرصه لكل المجموعات ديت ان هي ترجع تاني يعني من جديد، وان شاء الله خير. ومستوى محافظة البحيرة هي أكبر محافظة في الجمهورية، فإن شاء الله يطلع منها لعيبة ميني فوتبول إن شاء الله كتير يعني بإذن الله. متواجد مشرف عام على قطاع الناشئين بنادي الزرقاء ممتاز به، والمصنع الحربي برضه يعني متواجد مع الكابتن احمد فواز ان شاء الله يعني باذن الله، وان شاء الله يعملوا موسم كويس باذن الله. فرقه مطوبس ديت صعدت في 2014 للدرجه الثالثه، لحد الان هي مستمره في الدرجه الثالثه. الدرجه الثالثه مجموعه كفر الشيخ مجموعه قويه جدا، حتى الموسم ده كان في كفر الشيخ نازل ثالثه، ومعانا صيد المحله وسمنود، معانا فرق قويه جدا. فاحنا عندنا السنه دي حاجه فوق ما تتخيلي، ان في 5 6 فرق فوق بنفسه على الصعود، و5 6 فرق تحت بنفسه على الهبوط. كان معكم فاتن راشد، اسلام طايل، عدسة محسن عوض، لقناه مجملاعب بلدنا. على بركه الله بدات احداث المباراه. طبعا كل التحيه وكل الشكر لقناه الصحه والجمال. يا عيني لمسه لكن تروح لفواز، فواز بيشوط مطلوبه لكن تطلع ضربة مرمى لو تلم عليها راضي، لكن زيرت وهو والجول وفواز. يا عيني عليك يا شحاته بودو، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا بودو يا الاعلامي كابتن احمد فواز من داخل قريه راضي، وتغطيه اليوم الرياضي لقدام الرياضيين. معانا الحاج راضي ابو المضاوي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الف مبروك لحضرتك على المنصب الجديد نائب رئيس اتحاد كره الميني فوتبول. حضرتك تحب تكلمنا عن اليوم الرياضي النهارده، ايه رايك في اليوم الرياضي النهارده؟ انت عارف الكوره دايما بتجمع الناس انها تطلع طاقتها وتمارس رياضتها، حتى اللي بطلوا كوره ما بيلاقوش مكان يتنفسوا فيه، فالحمد لله ربنا اكرمنا بشويه الملاعب اللي موجوده، فبتبقى فرصه للتعارف والتقارب، وبنعمل ماتشات كويسه وبتبقى حاجه جميله. هو النهارده كل الناس بتلعب في الملاعب الخماسيه على انها كره خماسيه، فالنهارده الحمد لله ربنا اكرمنا واتعمل اتحاد الميني فوتبول تحت قياده الاستاذ احمد سمير. الميني فوتبول لعبه لها بطولات افريقيه وبطولات محليه وبطولات عالميه، الملاعب بتبقى واسعه شويه، وكمان فيها ميزه ان هي بتعمل تدي الحق لفوق لحد 40 سنه 3 لعيبه يبقوا في الملعب او 2 او 1، وفي نفس الوقت بتدي فرصه للشباب اللي ما بيجدوش فرصه في الملاعب الكبيره ان هم يظهروا مواهبهم ويظهروا نفسهم من خلال كره الميني فوتبول. زميلي الاعلامي احمد فواز يسعدنا من داخل ملعب. ورجعنا لكم تاني في هذه الفقره. انضم الي الكابتن زيزو الضبع، طبعا مدير تسويق بشركه اسيا اسبورت الرياضيه. اهلا وسهلا كابتن زيزو، ابارك منورنا ومنور الاستوديو طبعا. ابارك. طبعا في هذه الفقره موضوعات كثيره، منها طبعا الاستثمار والاكاديميات الرياضيه، عايزين برضو نتكلموا عن كل دي، وفي نفس الوقت بالنسبه لانديه بعينها معلش زي نادي المصري، انا معايا نادي المصري المطروحي، بنقول يا جماعه وبننوه اكتر من مره، مش هجيب سيره اسماء عشان الناس ما تزعلش اسماء انديه، ولكن الوضوح والشفافيه هو طريق الى الله. بلاش كذب على الناس، بلاش كذب على الناس.
جميع الأندية في مطروح هتلعب في منطقة مطروح، من ضمنها نادي المصري السلوم اللي هو موجود معانا طبعا، هيلعبوا دوري منطقة مطروح. مفيش لعب في دوري منطقة الإسكندرية لكرة القدم نهائيا، علشان بس الناس ما تديش وعود وردية حتى لو مدربين من عندي. انا بقولها على الهواء، حتى لو وعود وردية من مدربين من عندي احنا بنقولها، مفيش انتساب وهنحاوله، ولكن مفيش مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. ولكن ما نجيش نقول للعيبه لا ده انتوا هتلعبوا جميع المراحل السنيه هتلعبوا بمنطقه دوري اسكندريه، ده يبقى 5 انديه من مطروح بتمرنوا في اسكندريه هيلعبوا في اسكندريه، على يبقى نفضوا بقى منطقه مطروح بقى خلاص، ما تنظمش مسابقات والموظفين يقعدوا في بيوتهم بقى. طبعا الاكاديميات يا جماعه، برضو عايز اتكلم عن الاكاديميات الموجوده على الساحه الرياضيه. اروح اجيب اسم اكاديمية نادي في الدوري الممتاز، تمام، اسلم الورد اللبس النادي واللوجو النادي وكله تمام، واروح اشترك بيهم في دوري منطقة معينة باسم مركز شباب، وحصلت السنة اللي فاتت طبعا، واوهم ولي الامر اللي انا بلعب باسم النادي اللي انا متعاقد معاه كاكاديمية. يا جماعة الاكاديمية تدريب وليس قيد، ولكن الحرفنة بتاعة الموجودين على الساحة في هذا التوقيت الخطر. خش على صفحات التواصل الاجتماعي، مليون شركة، مليون واحد مطلوب لاعبين، مطلوب كتير قوي قوي قوي، خدنا نادي كذا، خدنا نادي كذا، الاستثمار سيهدم الكرة المصرية، وبنعترف بذلك. احنا كنا بنقولهم ان الاستثمار الرياضي ليه بعض الايجابيات، اللي هي الولد بيبعد عن الانحرافات، الولد بيمارس الرياضه زي قرينه، برضه ممكن الولد بيقيده في الاتحاد المصري لكره القدم بعد لعبه وفهمه، ممكن يطلع مدرب، يطلع حكم، يطلع اداري، يطلع اصابات ملاعب، برضه فيها كذا استفاده وكذا ايجابيه. ولكن بهذا المنظر الغريب، اكتر من مليون شخص على المواقع الاجتماعي الفيسبوك، محتاج لاعبين، هوديكم نادي المصري بورسعيدي، هوديكم نادي الاهلي، هوديكم مش عارف ايه، والصفه للخارج، كل ده يا جماعه وهم وهم. ابنك مش هيطلع محمد صلاح، ابنك مش هيطلع محمد صلاح، مفيش لاعب جيد ولاعب مميز ولاعب ممتاز تمام يروح نادي استثمار. اللاعب المميز له مكانته، ده وصاية يا كابتن احمد، تعالى العب موجود معانا تمام، وهنوديك النادي اللي انت عايزه بمستواك وليس الا، ولكن باي اساليب ملتويه لا مش هينفع. اللاعب المميز، اللعيبه دي كلها واولياء الامور بتلبي رغبات ابنائها معاك انت بتلبي، ولكن التريث في اتخاذ القرار، لان طبعا بقت شركات النصب ومش عارف، والله الدنيا باظت خالص. تعالى يا ابني هوديك لمصر، هوديك مش عارف ايه، هوديك ايه، تعالى بس انا هسفرك الامارات، ادفع 4000 جنيه تعالى معايا معسكر في كذا، هسفرك الامارات، هسفرك قطر، هسفرك مش عارف تركي. كويس والله يا جماعه، بنعيد، اللاعب الهاوي ليس له سفر، اللاعب اللي معمول له عقد احتراف ده اللي بطاقة بطاقة دولية وموجود على السيستم الالكتروني الدولي، لكن لاعب هاوي مغمور لا، انت ما نفعتش او مستواك ما جابش اندية دوري ممتاز واتعمل لك عقد ما تسافرش، لان انت مستواك ما تحسنش داخل بلدك، او ما انتش مميز قوي، ولكن واهم نفسك اللي انت اتظلمت، اللي انت لعيب جيد لا، قدراتك موجودة فين؟ في أندية مراكز الشباب أو درجة ثالثة أو رابعة، أنا ما بقلش من أندية، ولكن هو ده الواقع. اللاعب في مكانه أو في بلده ما وصلش لأندية الدوري الممتاز بمستواه ما يسافرش، لكن هاد مبلغ كبير 40,000 60,000 وهصفرك والحوارات ديت على الناس لا، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. كابتن زيزو طبعا إيه رأيك في هذا الكلام؟ طبعا اللي انتشر انتشار سيء على مواقع التواصل الاجتماعي. والله يا كابتن احمد، اكتر شيء موجود حاليا في الانديه تلاقي حكايه النصب. تلاقي نفس ما حضرتك قلت حضرتك كده، تلاقي المدرب او شيء في النادي هي كده جوه النادي، مدرب جوه النادي يقول لك اديني مبلغ واودي لك ابني مش عارف في نادي مش عارف في المصري، نادي مش عارف الاسماعيلي، نادي كذا، تلاقيه مضي تحت السلم، عامل له كده اي ورقه كده واي استماره كده ويمضي عليها كده وياخده ويجي موديه اكاديميه ويقول له خلاص انت بقيت ايه؟ هتلعب في الاهل. فين الاهل؟ هي الاكاديميه بقت هي نادي الاهلي. تمام. احنا برضو نتكلم برضو عن نقطه بس عشان ما انساش، انتحال صفه مدرب.
يا جماعه وينفع دكتور فاتح عياده وبيكشف على المرضى وراجل دكتور ومؤهل ودارس وفاهم، ينفع واحد جاي من الشارع يفتح عياده؟ ده انتحال صفه طبيب برضه اللي هو جاي، لان مهنه التدريب دلوقتي بقت مهنه للي ما عندوش شغل بجد. انت دلوقتي راجل مدرب ومعاك كارنيه النقابه ومعتمد بنقابه المهن الرياضيه اللي انت مدرب كره قدم، ولكن في ناس لالا وبولا ومش عارف ايه اسماء غريبه جدا، اولاد عندها 17 سنه بدات دخلت للنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ولسه واحد مبطل لي كوره كان مش عارف كان بيلعب في درجه ثالثه ولا فين، تمام، بدا يعمل قطاع ويشتغل وبتاع ويلم فلوس بطريقه يعني جشعه. مش ليه اللاعب ما فيش حاجه عنده مستوى، ما فيش مشاكل، خد في المعقول، خد اللي يرضيك واللي يكفيك، ولكن بلاش طمع. بنسمعه مبالغ خياليه بتحصل 7000 و10000 و12000 و15000، ليه؟ حرام، بننوه وبنحذر اولياء الامور بذلك. يا جماعه بلاش الانصياغ وراء هذه المهاترات. في ناس محترمه، في وكلاء لاعبين محترمين، في شركات محترمه بتاخد يا دوبك تعبها. ايه يعني لما يروح معاك ياخد 1000 جنيه مفيش مشاكل، اهو وصل لك ابنك وعطى النادي 2500 جنيه او 3000 جنيه مفيش مشاكل، المبلغ 4000 جنيه. لكن نسمعهم 15000 جنيه و10000 جنيه في نادي هيلعب 3 مباريات او 4 مباريات في منطقته وشهر كامل وشكرا على كده. طب وبعد كده الموسم كده انتهى؟ يا جماعه بلاش ظلم، بلاش ظلم عشان ابنائنا يا امانه في رقبتنا. انتحال صفه مراد مدرب، طبعا القوانين الموجوده واللوائح الموجوده في نقابه المهن الرياضيه طبعا سالنا واستفسرنا، طبعا غرامه لا تقل عن 30000 جنيه وحبس سنه كامله لمن ينتحل صفه مدرب. الشخص ده مش مدرب ولابس لك ترنج وعمال يلم في اللعيبه، لا، اتخذ معاه الاجراءات القانونيه، الدوله هتبدا تفعل هذا. الانتحال صفة مدرب ما ينفعش. طيب هناخد مداخلة الكابتن زيدان أبو إسماعيل. أهلا وسهلا كابتن زيدان. أهلا بيك كابتن أحمد وضيفك الكريم. الله يخليك كابتن زيدان. بنتكلمه دلوقتي على يعني حاجات مهاترات موجودة على الساحة الرياضية، السفر لبلجيكا، سفر للإمارات، بس هات لي أهم حاجة مبلغ، أكاديميات بتلعب باسم أندية أو مراكز شباب مفيش مشاكل، انتحال صفة مدرب، ودي طبعا الأسوأ في تلك هذه الحاجات اللي بنتكلموا فيها. انتحال صفة مدرب، يبقى الولد لسه طالع عنده 20 سنة لابس رنج بقى مدرب ويلم اللعيبة بقى مدرب، أجر ملعب خماسي بقى مدرب، إيه رأيك في الكلام ده كابتن زيدان؟ بص يا كابتن أحمد، اتفضل. تختلف العقلية من هنا لبره، إحنا بنبص لبره في مصر، في بره هناك، في بره في الخارج، لأن أنا عشت في الخارج كتير، في هناك ما بروحش الا الناس المؤهله اللي معاها درجه سي وبي وايه. تمام، حلو الكلام. تمام، المؤهلين اللي هم بيبقى السي في بتاعه كويس ولاعب كويس ولاعب فين وفين وفين. في مصر تختلف العقليه خالص. في مصر ممكن يكون لاعب كرة ما لعبش كرة وبقى ممكن ياخد وعاوز يبقى مدرب عادي، ما فيش مشكله في مصر. في مصر هنا كل شيء مباح. صح، كل شيء مباح فعلا كابتن زيدان. لكن هناك في 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 في, في مثلا احنا، انا قعدت في السعوديه كتير وكده، اي مدرب بيطلع لازم يكون مدرب لعب كوره وفي نادي كويس جدا ومعاه مؤهلاته كويس جدا. تمام، معاه دوره سي ومعاه دوره اي بي ومعاه دوره اي. تمام، لكن عندنا هنا سمك لبن تمر هند يا كابتن زيدان، مفيش هادفيه ولا في رقابه. فين الرقابه؟ رقابه ايه؟ اتبهدلنا وخدنا رخص دوليه واتمرمطنا في القاهره وقعدنا خدنا رخص الثلاثه، طب والنتيجه ايه؟ واحد جاي من الشارع كان بيبيع انابيب بقى رئيس قطاع. يا جماعه كلمه رئيس قطاع دي جامده وكبيره، لازم يبقى الشخص مؤهل وراجل فاهم، لكن لسه واحد مبطل كوره يمسك رئيس قطاع ويجيب شويه لعيبه مبطلين كوره ما فيش او لسه هيلعبوا الموسم القادم ويعمل لك قطاع ويقول لك انا قطاع بدنجان.
ما دي هي دي المشكله في مصر يا كابتن احمد، ما فيش مراقبه، ما فيش اتحاد كوره، ما فيش حاجات كتير جدا. عشان كده انا بقول لك تختلف العقليه عن عن مصر عن الدول سواء السعوديه او الامارات او العمان. انت بتبص على الناس دي عقليه، ناس بتبص على عقليات. القطاع الناشئين او قطاع المراهن لازم يكون من احسن المدربين ومدربين صح يا كابتن، عشان نحافظ على هذه النواه والبنيه التحتيه. يا كابتن، واللي يمسك رئيس قطاع مش عاوز اقول لك يبقى لعيب دوري ممتاز وراجل خد فيه وخد بيه وخد ايه عشان يمسك كلام مظبوط يا كابتن اسماعيل، وكلام جيد طبعا. شكرا جزيلا عشان ضيق الوقت، وشكرا جزيلا للكابتن اسماعيل طبعا من الشخصيات المحترمه والمدربين الاكفاء كابتن زيدان ابو اسماعيل. طبعا كابتن يا ريت لو في صور نجهزها بالمره كده، لو في صور نجهزوها بالمره عشان نسامل ضيوفنا الكرام. كابتن زيزو، بالنسبه لانتحال صفه مدرب دي جريمه يعاقب عليها القانون بمواده المنصوصه والموجوده في نقابه المهن الرياضيه. ايه رايك في طبعا في هذا الوضع السيء للغايه؟ رأي ان اتحاد الكوره او وزير الشباب من حقه كان ياخد موقف اساسا، او يعمل مثلا نظام قانون اي واحد مثلا ينتحل او تمام. اي واحد مثلا. طيب احنا بس نعرض الصور طبعا الجميله دي. ده ملعب المصنع الحربي بمدينه الاسكندريه اللي هيستنى في التدريبات ان شاء الله الاسبوع القادم. طبعا في ابهى صور، وطبعا والحمد لله على يعني حاجه كويسه حاجه مفرحه. دي اتوبيسات نادي المصنع الحربي التابع لوزاره الدفاع والانتاج الحربي، طبعا من الانديه العريقه داخل منطقه الاسكندريه. طبعا الكابتن الكبير الكابتن احمد دودار طبعا من الشخصيات المحترمه والمسؤول عن الكره بنادي المصنع الحربي من الشخصيات الجميله. الدكتوره ميار يوسف طاهر طبعا اخصائيه العلاج الطبيعي والتاهيل والاصابات، طبعا دكتوراه في العلاج الطبيعي. طبعا لخبراتها السابقه زي ما انتم شايفين النادي المصري البورسعيدي براعم بمدينه الاسكندريه وبراعم نادي الاتحاد السكندري. كل التوفيق للدكتوره ميار يوسف طاهر. طبعا اللاعب جميل احمد فرج، طبعا لاعب جاي جدا ممتاز، لاعب من سوهاج، طبعا لاعب من اللعيبه الجيدين ان شاء الله اللي يتنبأ لهم بمستقبل طيب وباهر في الأونة القادمة. اللاعب الجميل اللاعب الشاذلي لاعب جيد جدا محمود جمال الشاذلي من اللعيبة المميزة أيضا، واللي انضموا لنادي الزرقاء برعاية شركة أسياس بورد. طبعا هنطلع لفاصل سريعا ونستقبل اللاعب وليد جمال 2005 واللاعب سيد نافع مواليد 2005. طبعا ورجعنا في الفقرة الأخيرة فقرة مواهب على الطريق، وانضم إلي اللاعبين الجيدين المميزين اللاعب السيد نافع مواليد 2005 لاعب نادي الزرقاء الرياضي. أهلا وسهلا سيد، أخبارك يا سيد نافع؟ عامل إيه؟ تمام. واللاعب وليد جمال برضو أيضا مواليد 2005 والذي انضم لنادي الزرقاء الرياضي. أهلا وسهلا وليد، أخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. قول لي كده سيد كده، أنت مركزك في الملعب بقى؟ بكراي. تلعب باك رايت، يعني الكابتن اللي جايبك بيشكر فيك يا سيد. انت لعبت في مكان قبل كده ولا لسه اول؟ لا لعب. لعبت فين بقى؟ لعبت في سوهاج، كان بيدربني كابتن حنفي والكابتن زيزو توفيق عزوز. كابتن حنفي والكابتن مين؟ زيزو عزوز. كابتن زيزو تمام، في نادي سوهاج. وانت برضه يا سي وليد؟ انا مركزي في الملعب هاف ليفت. بتلعب هاف ليفت تمام. تمام، ولعبت قبل كده في نادي سوهاج، كان بيدربني برضه الكابتن حنفي والكابتن عبد الكابتن زيزو. طبعا كابتن حنفي وكابتن عبد العزيز من الناس الكويسه المدربين الاكفاء. يعني بيشكروا فيكم وانتم انضميتوا، ايه رايكم في نادي الزرقاء بقى؟ تمام. حاجه كويسه سيد؟ كويس. تمام، وانت؟ اه كويس يا كابتن. طب انتوا بقى جايين هدفكم ايه بقى؟ هدفكم ان انتوا عايزين توصلوا له، يعني واخدينه محطه لتوصلوا مكان عالي ولا تستمروا ولا ايه؟ ناخده مكان عالي ان شاء الله. وانت برضه؟ وانا برضه ان شاء الله اتمنى ان انا اروح مكان عالي كده. تمام. طبعا يا جماعه ننوه بس على نقطه بسيطه، تعدد القطاعات. قطاع الناشئين نادي كذا في محافظه المنيا، قطاع الناشئين نادي كذا هو النادي برضه في مدينه الاسكندريه، قطاع الناشئين في مدينه الجيزه، قطاع يا سلام. يا جماعه اللي احنا نعرفوه من اول ما قلنا يا كوره لغايه وقتنا هذا ان القطاع واحد بس. القطاع واحد بس ورئيس قطاع ليه واحد بس. لكن في مصر القطاع في اماكن متفرقه، وهنا رئيس قطاع وهنا رئيس قطاع، اهم حاجه السبوبه تمشي
عشان بنقول يا جماعه الناشئين في انهيار تام، تدخل المسؤولين، التدخل الحازم من قبل وزاره الشباب والرياضه ومن قبل الاتحاد المصري لكره القدم. تعدد القطاع لنادي واحد ازاي؟ مش فاهم. قطاع في كفر الشيخ، قطاع في الجيزه، قطاع في المنوفيه، قطاع في المنيا، قطاع ايه؟ يا جماعه ما ينفعش، والله ما ينفع. وبنستخف بعقول الناس وبنقنع الناس وبيفرح باللطقم بتاعه النادي. الراجل معاه اكاديميه، مفيش مشاكل، اعلن. والمفروض تكتب على ظهر التيشيرت كده اكاديميه نادي كذا، ولكن نادي كذا لا، ما ينفعش. طبعا الكابتن مجدي راضي طبعا من الناس المحترمه، كابتن مجدي راتب طبعا، طبعا معاه لعيبه جيدين، سامح وبلال وجمال، لعيبه كويسه جدا طبعا، ان شاء الله هينضموا لينا قريبا باذن الله، ومن اللعيبه المميزين. قول لي كده سيد، يعني حابب تشكر مين بقى اللي واقف جنبك؟ كابتن زيزو توفيق عزوز ده له الشكر. طب بتوجه الشكر ليه؟ تمام، كابتن زيزو. ومين تاني؟ والكابتن حنفي. واهلك يا واهلي برضه. وطبعا وانت يا وليد طبعا بتوجه الشكر لمين؟ وانا طبعا اشكر الكابتن زيزو واشكر برضه اهلي، وهم اللي ساعدوني ان انا اوصل بلد المستعده. وكل انتوا منين بقى؟ من سوهاج. من سوهاج ده بلدياتي، انتوا كده بلدياتي بقى، سوهاجيات الغاليه عندي. طبعا في ختام هذه الفقره، فقره مواهب على الطريق، طبعا ما نطولوش، احنا بنظهروا اللعيبه زي ما اتفقنا والتزمنا معاهم بدون اي مقابل، بيظهروا معانا طبعا اللاعبين، اي لاعب بينضم معانا بيظهر طبعا في البرنامج، في كاميرا البرنامج، وان شاء الله باذن الله مش هنسكت على الوضع ده. في ناس زعلانه جدا، لان احنا بنقول الحق والوضوح والشفافيه هو طريقك الصحيح، ولكن تغير المسار باساليب ملتويه مش هينفع. مش هنسيب اي حد يا جماعه على الساحه، تمام، يلعب بشعور الناس، لان ديت امانه، الاولاد دي امانه في رقبتنا. ان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم وبرنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.